والله إن قوة الوحدة الإسلامية أعظم من قوة جميع المدرعات والقاذفات والبارجات والغواصات والرؤوس النووية، فوالله لو اتحدنا لما شهدنا ما يفعل بحرائرنا، ما يفعل بعفيفاتنا في فلسطين، ما شهدنا ما يفعل بأطفالنا من المجاعة والتهديد بالموت بسبب نقص الأدوية. فالوحدة أعظم قوة، أعظم من كل قوة عسكرية واستراتيجية. الوحدة الإسلامية استراتيجية عظمى، بل الوحدة بما هي وحدة أعظم من كل عقيدة وأعظم من كل عبادة وأعظم من كل واجب. قوة رسالية، قوة إنسانية.